السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبحكم الله بالخير والنور والرضا والسرور. رقدت هاي الرقد الفنان عقب أبوي ما عديت عليك بقصة وادي عاهن وبطحة صحم. رقدت هاي الرقد اللي عليها رضوان من الله فنان وبخير وسهل. ورقدت هاي الرقد الخفيفي يعني ما بر الرقدة التعبان مرة وعيزان ولا منطحن، لا رقدت رقدة خفيفة ماشي شرات رقدة والحمد لله رب العالمين. نشيت بخير وسهل أدن أبدا فدني والحمد لله. صليت وعيدت من الله خير ودعيت لكم بعد ما بكلكم عاد حد منكم حد دعيت له حد ما دعيت عليه لكن تجاوزت عنه استغفر الله العظيم. المراد أموري طيبة وبخير وسهادة وعلومي زينة والحمد لله أصبحنا وأصبح الملك لله الواحد القهار. هذا أبوي هذا أبوي كنت تفيزر البارحة وعد عليكم الخروفة وعد عليكم القصة ما خلصت خلصت عادة من القصة طفيت الليتات والدنيا شتو ليتنا هالكم أكبر. هذا أبو الليتات كلها اللي في الدنيا العود أبوهن ما أخوهن ولا بن عمهن لا أبو اي ها اصبحن عاد اصبحن قل لا اله الا الله اصبحن نحن الناس تصبح لا اله الا الله ونحن الناس تصبح لدياكه صجيح ما لحد نحن متلوين بيران هاي الحليهم استاذي من لدياكه كان يصبحن يصاحن جايين وستين قص قصتين دراني ما تعيز بس عارفه وين هذا؟ هذاك ابوي بيت قبل نصل هو من حن عالين هذاك عندهم ديك يصقع الطرف هذا وهن ابوي يصقع من الطرف هذا شفتوا المغايط بينهن؟ ايه ها بس عاد وحن بينهن ابوي شرات المغايط في المصاقع والصجيع هذاك ايه ها بس ابوي ما شي شغل ولا ضمنه سمعتوا؟ سمعتوا هو هذا هاي دياشتنا الحين سمعوا هذاك حينه يعني ما ادري هاي حاله بالله عليكم هاي بيطير يرانا مستاذي اسكت بعد حسك لو بقى فنان بقول ما عليه بعد يهر غير نمون احس هذا من الدواخة ما حد قالك تدوخ صبح ومساء مدواخك ما تعقى في من تمك قوق هالنمون اللي يدوخ هالنمون يقعد يحسه اللي يدوخ هالنمون خف من الدواخة ودر الدواخة وحسك متشرط والله الأول لو سمعتوا حسه ما زين يا غير ربابة الحين من كثر ما يدوخ لا الأول جقارة وعقب الجقارة رد على المدواخ وعقب المدواخ رد أبوي على الشيشة وعقب الشيشة رد على هاي الإلكترونية وقادي أبوي حس ما يتشاهد الأول حس ما زينة يا غير موسيقى والحين أبوي ها عايز تشوفونه فضل عنك ويا مصجيع لو أنا منك ما بصقع أسعادة والله إن ما بيخلونا نرمس ولا بيخلونا نستانس وياك ولا نسولف وياك أقولكم بس هاي الشغلة إيرس أبوي إيرس على هالمنوال وعلى هالحالة والله العظيم يعني ما يصخون دياشة العرب يصقعوا صقع صقعتين وصخن وهاي الكاق وقيق وصقيع واحد ما يوجف أنا أبو وعون ترى العرب حل الصلاة وعونها للصلاة وعون لبادن دور عاد منو بينش الله ما حد ينش استغفر الله العظيم إلا من رحم ربي. هذه إحدى المشاركات للمتابعين اللي كانوا البحث سهرانين ويانا على خروفة وقصة وادي عاهن وبطحة صحم. مشاركات كثيرة وعديدة غير ما رمت على كثر وايد ما شاء الله مشاركات حطيت لكم مشاركة واحدة ترويكم ما شاء الله قوة الأودية وقت الحية وقت الأمطار وقت الخير اللي وإن شاء الله إن الله يرزقهم إن شاء الله الحية السنة أكثر عن كل سنة بعد إن شاء الله فلذلك ما شاء الله الله دوم حباهم بهالأرض الطيبة في عمان وحباهم في مصبات هالأودية والسدود العديدة ما شاء الله عليك عمان رحت عمان بدال المرة لك 600 مرة
وخطفت على العديد من الوديان والسدود وصورت لكم العام وعام الأول وآخر سير كان وصلنا لين صور فياكم ما خلينا شيء ما صوره خطفنا على جميع الوديان وكناك المسؤولين بيزاهم الله خير ما قصروا رد لزيارة الخالدي على اليوتيوب بيحصل الوديان اللي خطفنا عليهن وصورناهن واستقبال الوادم لطريقة التصوير وش قال فرحوا بالي واستأنسنا وياهم وما قصروا كلهم بالله شلونا فوق روسهم أبطينا كملنا تقريبا 10 أيام أو 8 أيام أنا وإبراهيم توفيج وعايض البريكي عايض البريكي هو كان الدليل تغدينا عند أظني ونحن سائرين صحم ولا جايين أظني ولا سائرين نسيت والله المهم إن استأنسنا أناس ما شيء كثرة عمان بقعتها كلها طيبة وأراضيها زينة وحالها حال بلدان المسلمين أجمعين يلا بعد بنار بصخلاح بس حبي سيرة لين شوية برقد وبريح لي ساعة ولا ساعتين وبنش بشاهد صلاح والدنيا بطرجة وعدنا هيك عن سيرة روس ليبال وخصاب وتحيدون روحكم العام وما جرى العام والدنيا عندك مصباح الله خير انتي هاي شو حليلها كان انا وياها 4 العيال تم واحد فقير واحد تم كلن القطاع وكلهن حديد عين غرب لهن الله خلن واحد بيبي وياها كتكوت واحد فرخ واحد والباجيات كلنهن القطاع يودناهن على القطاب يوم تسرح بهن الصبر مثل هالوقت ينهى القطاب ومن هاك اليوم بغضتهم بغض ما يتشاهدن غرب كان القطاب ضارات كان شيء ضر عن القطو ماشي غرب الله تب أنا مشتري شيء خصني هذا كله طراب سلام عليكم صباح الخير شو هالطراب اليوم بس شيء نزين شو عليها افتح لي شوف شو الريوق عليكم السلام رجيم ها شو الريوق اللي بل عليك بسم الله الرحمن الرحيم خمير وهذاك شو ناكل لازم خمير لازم شيء وياه خمير هذا حد مطرشنا هذا ما بنعدنا خلي يجيني هريس ولا حد يجي منهم خبن هذا وين جاي اول مره اشوفه انا هذا على اساس ان القيمات وهو ما بالقيمات يمكن شيء جديد انا ما اعرفه القيمات انا ما يغدي يهنمونه القيمات انا ما تغدي يهنمونه ما ادري ما اعرف انا اول مره اشوف هذا يجينا حد مطرشنا بيكون لكن اكيد ان يصير كل بيت ترى لهم طريقتهم ولهم عاداتهم وتقاليدهم مهم مشكورين نقدر نشوف ينبحلك جريت هذا مو وين هذا قيمات حد يجيب لكم طحين مال عيش ليش منو قال لكم سووا طحين مال عيش طحين مال عيش هذا ما معيول ايه هذا ما في دهن ما في زيت ولا شيء بس ايوه بيكنج باودر وحمير بس صراحة بيه طعم ليش حتى اني يعني ما نحن انا ليش ما تجلبي غادي حمر الوجه الثاني لسه ما ياكل لسه ما يركب دهن ما يهدد دهن زين يلا خلاص شكرا هذا شيء جديد طلبت زهر يلا شكرا اما الحناين يدفوها على السيف كلها صبيان تير الميادي ها شو قلت حق صلاح انت صلاح شو قلتي مورنينج؟ يس اتل جود مورنينج صلاح قلت لها جود مورنينج 1 ولا 2؟ 2 جود مورنينج 2 بعد ما بلا واحد يلا صلاح يلا تصير تمشى شوية تعال لا هي يلا يلا يا صلاح يلا ما حب يزخ الشاي يا ربي يا ربي يلا سلام انا امسك ولا انا اريد هذا من البارح والله يلا يا ودي بضع منك يلا بسم الله ادري ريولك تقبض عاده يلا سيروا
يلا مع السلامة. شمس ماشي شمس. يلا باي باي. يا سلام يا سلام على التفزيرة. يلا سيروا تعالوا من هناك، تعالوا الطرف الثاني. يا سلام يا سلام يا الأناس. سيري 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 سيرتي واحترتي. اي تدعمين رب الله تج بس خلاص. الله يا الله يا الدوية يا الدوية يا الدوية صحتي. ايوه بس عاد بس 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 يلا يلا. ايوه ها صلاح شو؟ تبي تسمسي ماذا؟ بتروم تسوق صلاح؟ صلاح لا انا ابو بعصغر عن هاي ماشي يا اهل انت الدودو. يلا بتسوق؟ الله اكبر انت ما تعرف؟ يلا لا ما فينا يا ابو تتكون. منو جايينك؟ السلام عليكم. بقري صلاح. منو هذا؟ عريس. وين جاي؟ بالجنقل. ما بالجنقل من الهند؟ هند هو اي اول. لا الهند غير، الهند جنقل. شيء صلاح اعطيته شيء جاي من السفر؟ الله يكرمك ان شاء الله. في يوم بيض. هاي جيكلات سوا بكسيس بليز. ما في بس خلاص ماشي. يوم بيظهر المعاش، يوم بيظهر المعاش. شو اخبار بلاد؟ الحمد لله زين. كل شيء زين؟ بتشام بتشام هناك. الحمد لله تستاهل. خلاص ما شيء فلوس ما بيعطيك صراحه. شوف شفت الحركه مره ثانيه؟ ما في بعد مره ثانيه؟ خلاص يعني معناته ما شيء. حركه صلاح ها. مره ثانيه؟ اشكر فنك. الله اكبر. تكلمنا فرات وايد. ايه بدري يجيني. من ظهرت من عندكم بدري لين وصلت هو يتكلم بالتليفون. ايه زين ليش ما تفنشني بكدري والغيره؟ والله يمين والله. اي شو تبى؟ تبى يسكت؟ هاي ابو زع هاي دوار بدم انا. ها ابو كل شيء نوم بقى فلا ولا قلم. انت صلاح حبيبي ها يوم يوم انت ترقد هو يتكلم ويا ربعته. عمر لا ابو حلو ابو اسمع لكن ابو تكلم. نعم يا بيه. السلام عليكم. هلا. نعمين يا بيه. صباح الخير. يا سعد ودني فيسه انت؟ يا ان شاء الله الخير. طيب؟ تمام. صلاح منو تكلم؟ خيخ هذا خيخوه. خيخ. خيخوه؟ هب شيخوه خيخه ولا الشيخ؟ خيخ. صلاح يوم جيت تبي يا خالد؟ لا. عم ثلاث ايام هني مر علي. كذاب انا ودك انا عارف انني ايه عافيه. شو هذا شو عباع عباع؟ لا هو انا ما صرت دبي. صرت دبي انا؟ ايه ما صرت. الله جوجوت جوجوت خالد يتحراني صرت دبي. هذا من زمان التسجيل. هذا ما الاول صراحه التسجيل ما العاب عام هذا. يا ني شرطه خالد فوق صلاح. زين ماشي مشكله ماشي. صبر صلاح زين لا تحاتي حليلك انت يا سي تابع اللحظه بلحظتها. يلا كانك انت تاكل السح غيرك عند الطعام. يوم يخزون بيخلصون مع كورونا تعال زين 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 كذا من تخلص كورونا بتصير انت الشارجه. اسبوع اسبوع يا اسبوع هاموني تريات صلاح الهامور. زين زين عافيه زين خبر لا تطري عندي عسب ما اسمع انا انه بياكل من عندك هامور. نعم نعم ان شاء الله ان شاء الله. بعد عيدي وهامور هي البيك يمشي. اسمعك ها اقول لك العيدية مال ميود مال عيد مال عيد شي بيزات بعد بهانس. زاد حاشرني بيصير الشارجة بيصير الشارجة. حاطين له ييمة هناك هامور وبيزات. شو خليت الحين صلاح تعال تعال زقروا له اسد زقروا اسد. رشيد لا تجلسون ترمسون ويا اسد وايد. صلاح ما يحب حد يتكلم مع دريول ماله. دريولي ما حد يرمسه. ايه وين القلم؟ بعد يسوي سلام بعد؟ ها
ايوه بعد حتى حق رشيد تقول له روح روح خالد. يا هلا والله يا مرحبا خالد، يعطيك العافية وتحياتنا أهل لنش نحن. يا هلا والله يا مرحبا خالد، يعطيك العافية وتحياتنا أهل لنش. هذا أبوي أنا، هذا اللي تشوفون هالفنان هذا أنا، بارك الله فيكم. هذا وين ساير؟ ساير طالك عماركم مكتب علي المنصوري للمحاماة. علي المنصوري المحامي مالي، أنا مسوي له توكيلات عن أموري وكل شيء، وساير أسير عليه المكتب. طالت السلام عليكم. وشو شو المسجلات عندهم؟ شو الأمور؟ شو أستاذ علي موجود؟ موجود. حد عنده؟ لا. نحن مخبرين تحت قليل لأن نحبني. ما عليه صورت ولا ممنوع؟ لا يكون فيه مشكلة. أكيد ما شيء مشكلة. إذا شيء مشكلة خبريني. قولي والله. شكرا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أستاذ علي. مرحبا مرحبا. كيف حالك؟ وين الكمام؟ موجود الكمام. أنت لابس كمام أنا ما يحتاج. والله؟ كيف حالك؟ ما شاء الله الفوايل والورود عرب ومعاريس. لازم يا مرحبا. الله يرحبك على فضله. خدمة العملاء يدوم مرات. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. الله يبارك ما شاء الله ما زينك يا داري. ما زينك يا دارك ما زينك مميزة في كل شيء سبحانك يا رب. بالنسبة للمتابعين اللي ما يعرفون منو علي المنصوري، طارت عماركم علي المنصوري اللي ماسك قضاياي أنا ومكتبي وشؤوني القانونية في الاستشارات اللي تخصني وتخص صدقاني الخاصين واللي أنا أعرفهم وربعي، فهو على طول يكون المرجع الرئيسي لأموري. استاذ علي كيف حالك؟ مرحبا كيف انت؟ حالك؟ الله يسلم الله يحفظك. الله يسلم الله يبارك يبارك في حياتك. ما شاء الله حلوه ودنيا ما خليتوا شيء اليوم. هذا شيء واجب بس ما يقولون واحد اكرام الضيف. بخيبه. افتح بالله يا بعد ريجات. الله يبارك في حياتك. جميع ان شاء الله. الله يخليك الله يخليك استاذ علي. حين الله يسلم استاذ علي نبت اعطينا اي اضافه تنفع فيها المجتمع، شو الممنوع شو العدل شو المايل هل بالسوشيال ميديا شو اول بادي اختصاصاتك شو؟ يجيوا محامين اختصاصه شيء الفلاني شيء انت يا علي المنصوري. احنا الحمد لله يعني بالنسبه لنا كمكتبي الحمد لله يعني عندي انا المستشارين المتخصصين بالقضايا المدنيه التجاريه الجزائيه الاحوال الشخصيه الاداريه، فالحمد لله كتخصصات يعني مكتمله عندي انا في المكتب، لكن تنظيمها الداخلي هذه ترجع لنا كادارتنا احنا في المكتب. نعم. وموزعين ما بين المستشارين وانا معاهم في مثل هذه القضايا، فممكن تقول احنا متخصصين في جميع القضايا الموجوده في دوله الامارات العربيه المتحدة، والحمد لله لنا عملاء من دولة الكويت من المملكة العربية السعودية من سلطنة عمان، والحمد لله مبيضين الوجه مثل ما يقولون. تستاهل تستاهل وهم بعد يستاهلون. نعم. معنى كلمة اختصاص؟ اختصاص يعني ان الشخص يكون مختص يعني شيء مكاتب محاماة شيء مكاتب محاماة يعني اختصاص فقط الشيء الفلاني. في بعض الزملاء يقول لك انا بس امسك القضايا التجاريه، بتجيب له قضيه عماليه ما بيمسكها، بتجيب له قضيه اداريه يقول لك انا ما بقى. احوال شخصيه ما امسك، انا عندي بس تجاري. ايوه هذه حتى احنا نلاحظها في بعض الاحيان ان في بعض الزملاء من اسماء قلنا المكاتب المتخصصه تواصلوا معي انا هاتفيا او مع احد المحامين يقول مثلا انا عندي قضيه احوال بس انا ما امسك قضايا احوال فبحولها عليك، وفي البعض مثلا امور اداريه القضايا الإدارية اللي هنا خدمات الموظف من هذه الأمور، فيقول لي أنا مثلا بطرش لك الموكل وتفاهم معاه، لأن أنا بصراحة في مكتبي ما أخذ هذه القضايا، فهي متنوعة ومتغيرة، لكن في اختصاصات مثلا في التجاري في القانون البحري في التحكيم من هذه الأمور المتخصصة يعني. أستاذ علي حاليا المقابلات من بعد والمحاكمة من بعد وكل شيء من بعد، هل هذا تشوفونه زين؟ او شو الاخير تشوفونه انتم كمحامين؟ صراحه زين الزين يعني تشوف عندي انا كذا لابتوب حاطنهم عندي، هذه كلها عشان شو حضور الجلسات. ليش؟ لان في بعض الاحيان ممكن تبتدي جلسه الساعه 8:30 لكن احنا نقول عندنا عدد وقت تجاري جزئي في الدائره الاولى تجاري جزئي الدائره الثانيه او عندي تحضير في قضيه من القضايا، فبالتالي الاونلاين ريحني. قبل شو كان يصير؟
كنا نوزع احنا كاخوان محامين ان انت بتظن تحضر عني في القضايا المدنيه، انا بحضر عنك في التجاري، هذا بيحضر عني في الاحوال، فكنا موزعين الشغل. لكن الحين هي والله قدامك تفتح كذا لابتوب تحضر الجلسات. يعني انا مثلا الاسبوع الماضي كان عندي جلستين في العين، وعندي جلسه في ابو ظبي، وعندي جلسه في الظفره، وعندي جلسه في دبي. حضوري في هذه الجلسات كان عن طريق الايباد واللابتوب، فهذا الشيء ريحني. ليش؟ لان اول شيء عندي انا توزيع القاضي الفلاني متى بيبتدي، الجلسه الفلانيه متى تبتدي، فمبرمج عمري ان الساعه 8:30 بكون عند الدائره الفلانيه في القضيه الفلانيه في محاكم دبي. فانا حضرت الجلسات وانا وين كنت؟ في مدينه العين، حضرت جلسات في ابو ظبي، حضرت جلسات في المنطقه الغربيه، وهذا كله وانت جالس مكانك. انا جالس في مكاني، يعني خلصنا الاجراءات ولله الحمد. يعني في كل على كل الاحوال المستفيد الرئيسي انت. انا والعمليه القضائيه. اي لكن انت وفرت جهد العناء الى المحكمه الفلانيه والمحكمه العلانيه. يعني الاول مثلا اذا كانت عندي قضيه في الظفره شو اسوي؟ لازم اوزع شغلي اللي موجود في ابو ظبي في هذا اليوم او في العين او في دبي، واروح احضر جلسه واحده او جلستين مثلا في المنطقه الغربيه. اما حاليا وانا جالس في مكتبي احضر جميع الجلسات في جميع الامارات وانا مرتاح. استاذ علي، حاليا نحن هالايام وبكثره قضايا السوشيال ميديا، شو اللي تشوفه انت حاليا؟ هو احنا نشوف الخطا من بعض افراد المجتمع، ان مثلا اذا شافوا فعل غير صحيح يبتدون يسبون هذا الشخص في صفحته، يسبون اهله. هذا تصرف احنا نقول خطا، انت بدل ما تعالج الخطا بشيء صحيح تعالج خطا بخطا اخر. فبالتالي احنا نقول للناس اذا انت تشوف شيء غير صحيح في جهات مختصه ممكن انت تبلغ، وهي الجهات اللي بتقرر الفعل هذا صحيح او غير صحيح. محمد، يعني احنا لازم نكون واضحين، الحمد لله اليوم احنا في دوله قانون، والقانون ما وضع الا لتنظيم العلاقه فيما بين افراد المجتمع، فبالتالي العلاقه محدده. اذا انا شفت شيء مو زين في جهات مختصه، مثلا اليوم عندنا في دارة القضاء في اماره ابو ظبي عندهم تطبيق بلغ النيابة. إذا أنت شفت فعل في السوشيال ميديا خارج أي بقعة في إمارة أبو ظبي تخالف النظام العام أو الآداب العامة أو أي جريمة تحصلها، أن تشوف أن هاي الجريمة ممكن تتبلغ من خلال التطبيق هذا، والجهات القضائية هي اللي تقرر إذا هذا كان الفعل يعاقب عليه القانون أو محتاج إلى أشياء معينة لثبوت الجريمة. لكن أنه هو يصور وينشر في حسابه، هل هذا يعاقب عليه قانون؟ نشوف عندنا القانون حتى في المادة 21 قانون جرائم تقنية المعلومات يعاقب من ينشر ولو كانت صحيحة. أيوة. يعني اليوم في شيء يسميه الحفاظ على السرية، الحفاظ على الحياة للأفراد المجتمع. احنا نشوف ان الناس يخطئون في كثير من الأحيان، اذا مثلا شفت اليوم انت جريمة معينة لا تنشرها، بلغ الجهات المختصة، ارسل لهم هذا المقطع او هذه الصورة وهم اللي بيباشرون الإجراءات. اما انك انت تنشر مقطع وترد تحط مقطع ثاني وتضيفه، لانك انت تتفاجئ ان في بعض الاحيان ممكن يصير مقطع ويتم اضافه مقاطع اخرى سواء مضحكه او مسيئه، فبالتالي انت تدخل بعدين في قضايا اخرى. يعني النشر واعاده النشر يعاقب عليه. حتى لو طرش لي انا فيديو وانا طرشت حق صاحب صديق، هل انا يعاقب علي؟ اذا تم استدعاء الناشر المقطع الفيديو قال والله انا حصلته من عند فلان، يجيبونه ويتم التحقيق معه. فبالتالي احنا نقول القانون الاماراتي ينظم العمليه. اليوم احنا الحمد لله في دوله قانون، بالتالي يجب ان احنا نتبع الاجراءات القانونيه. يعني مقطع ما يازني شفته ما بزين، او انه في قله ادب، او انه ما بزين، او في شيء تجريح من يمكن إشاعة، يمكن إشاعة، يمكن ما بعدل، ما بلازم إني أنا أندب الفلان ولا زيد ولا عبيد ولا هذا. يعني عبارة أنا لميامل كم الفاعل، لميامل كم الفاعل، يعني كأنك أنت ميامل على سواد الوي، ميامل ونشرته، تخوض مع الخائضين. هذا يبقى حتى في صقر يصير، حكم أنه في صقر في الدرك الأسفل مع الخيل يا شقرة. شو رأيك أستاذ علي؟ ترى هذا للأسف، يعني مرة من مرات في قضية من القضايا اليوم تم التحقيق مع أحد الأشخاص اللي قاموا بسب أحد موكلاتي، فيوم سألوه ليش أنت سبيت؟ قال والله شفت الناس يسبون في الإنستغرام وأنا جيت وسبيت. فبالتالي أنت دخلت في معمعة قانونية، يمكن أنت اسمك يسجل في الحالة الجنائية، فبالتالي أنت تضر اسمك، تضر اسم عائلتك، ليش أنت تدخل في هذه المهاترات؟ مفترض أنك
استاذ علي وايدين يقولون نحن والله موكلين محامي، عندنا محامي وكلناه في القضايا الفلاني الفلاني، عندك دقل ما يرد تليفون على التليفون وعن الاسعار الاتعاب هاي ضروري الحين تخبرنا بها وخلالك من النقالي. شوف ابو محمد، بدايه بالنسبه للاتصالات الحمد لله، يعني في بعض الاشخاص يظن اذا مثلا سوى عقد مع المحامي ان يجب التواصل مع المحامي نفسه، هو هذا الصح انا ما انكر عليه، لكن في بعض الاحيان المحامي يكون عنده حضور جلسات في المحاكم والفتره المسائيه وفتره الظهيره يكون في عنده اجتماعات. كيف عيل حقه؟ كيف اقدر ارمس انا محامي؟ اتكلم مثلا عن مكتبي انا. نعم. انا بالنسبه لي عندي تواصل مع الموكلين سواء بالاتصال الهاتفي. نعم انا اشهد انا اشهد انا اشهد. البريد الالكتروني. نعم. اذا ظهر قرار من المحكمه في القضيه الخاصه بالموكل ارسل له اياه عن طريق هذه الاشياء. فبالتالي اي معلومه توصل له ولله الحمد. اليوم تعرف انت اليوم صاحب الحاجه ارعن، فبالتالي تعرف يفكر. فمثلا من الاشياء اللي رحنا نشوفها انه يمكن الموكل يتصل فيني انا ويتصل في المستشار ويتصل في المكتب، ومع انه عرف القرار من عند المستشار ومن عندي انا ومن عنده السكرتاريه بنفس القرار، لكن تعرف الانسان دائما يفكر في قضيته وتعرف هي غرقان غرقان. ايوه هذا اللي احنا نقوله. فاليوم انا كمحامي اوفر الحمايه للموكلي، ليش؟ لان اليوم في بعض الموكلين او بعض الاشخاص يمكن يبقى يتصرف بتصرف على سجيته، لكن بالنسبه للقانون يعتبر تصرف خاطئ او اجراء خاطئ اذا قام بالتصرف فيه. فدائما انا تواصلي مع الموكل يكون يا في الفتره المسائيه او اني مثلا السكرتاريه او خدمه العملاء اللي عندي في المكتب ان يحاولون بنسبه 90% ان يغطون جميع الاحتياجات للموكل، لان في موكل يمكن يتصل لي تليفون يقول لي ابغى صوره الحكم. فانا شو دائما اقول اشوف الايميل، ليش؟ لان احنا اي حكم يطلع نطرش له اياه دايركت. بالتالي احنا اليوم كل عميل عندنا مهم وكل قضيه مهمه، ما نحدد بقيمتها ولا بقيمه الاتعاب، بالعكس كل موكل عندي مهم، اي قضيه في النهايه امانه امام الله سبحانه وتعالى، فاحافظ عليها. فبالتالي تواصلي مع الموكلين متغير او متحدد، في بعض الموكلين يحب عن طريق الواتساب، في البعض يحب عن طريق الاتصال، في البعض يحب أن يحضر المكتب ويعرف القرار. فبالتالي حتى أنت كدورك كمكتب لازم ترسل القرارات للموكلين، لكن مع هذا الموكل نفسه مرات يحتاج إلى شرح. تعرف أنت في مثلا موكل يقول لي شو معنى هذا الكلام، أنا لو شرح لهذا الكلام بدخل معاه في 3 ساعات إلى 4 ساعات، ليش؟ إنها أمور قانونية. يعني إحنا كنا ندرسها في الجامعة جزء منها في 4 شهور إلى 6 شهور، فبالتالي صعب اني انا اوضح له اياهن، فادخل معاه بالمفهوم العامي. فالمفهوم العامي اعطي المختصر المفيد. ايه مختصر، في بعضهم يقول لك اعطي المختصر المفيد، في بعضهم يقول لك لا، يقول لك لا وظف هذه. فاحنا اليوم لازم نراعي مصلحه الموكل، نقول له 1 و2 و3. اذا شفنا في تشدد من الموكل او الموكل يحاول يبغى يعرف جزئيه معينه نقول له تعال عندنا المكتب ونجلس معاه ونشرح له الوضع. فبالتالي اليوم اي مكتب محاماه اذا قلت انت اتعابك ليش انت تحسب الاتعاب؟ لان انا اليوم كشغلي يعني انا مثلا عندي متابعه الاعمال الاداريه، متابعه الاجراءات اللي تصير، تنفيذ القرارات، مذكرات. انا بالنسبه لي كتعابي حدده بناء على الشغل اللي انا بذله، لان المحامي عليه بذل الجهد. في بعض الاشخاص يحس ان اذا وقع عقد مع المحامي يمتلك المحامي. المحامي لا يملك، لكن انت على افعالك او على طلباتك المحامي يحدد سعره. فهذه هي الاساس العام. فعشان كذا احنا نشوف الاتعاب متغيره من مكتب الى اخر. ليش مسافي استاذ علي؟ ايش حتى ان تستعملوا مسافي في مكتبكم؟ ما طيب يعني انت والله طيب. لفت انتباهي راعبيه تغر عيالها توها، تغر فروخها، ها عاد فروخ كان انا هني يسات غرت غرت وسارت توها قبل دقيقتين كانت هي غميضه، كنت عاد اصور استاذ علي فما رمت اقطع التصوير، تشوف روخها محليله حليلها سبحانك يا رب. توها اللم تسير تربع 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 تطير شرق وغرب وتلقط وتهضم وتعقب في الحويصله وتي ابويه وتغرهن. هذه هي اللم. وهاي هي اللم. اي والله اي والله. منو يظهر من يزلم؟ ها استاذ علي؟ ما تقدر. حد يظهر من يزلم؟ لا والله، لأن شوف مهما كان الأم شيء جميل، شيء يعني لو توصفه ما تقدر توصفه صراحة، لأنك أنت بتكون محتار. أنا يعني أذكر مرة من المرات يعني هي معتادة، يعني الوالدة تتصل فيني تريقت ما تريقت، إذا كنت في البيت
الريوق موجود وجاهز، فبالتالي يعني شوف حتى انت لو كبرت لكن امك بعدها موجوده سبحان الله ترعاك وتهتم فيك وين ما بتكون. حتى لو مسافر تتصل تغديت ريقت شو سويت سبحان الله. هذا الشيء الحمد لله، والام والاب كلاهما يعني هم القلب النابض لكل انسان الحمد لله وهم مصدر نجاح. الله يحفظ امهاتنا وامهات المسلمين اجمعين ويرحم الاموات منهن ويطول بعمر الاحياء ويحفظ هالدار الطيبة اللي ما شي شراته دار في الدنيا العودة. نعم أمن وأمان واستقرار وراحة وقانون وشريعة وبما يرضي الله. أمن والقضاء نزيه في جميع دور القضاء في جميع دوائر القضائية. اللهم لك الحمد. أقول لك أقول أستاذ علي الحين اللي حد عنده استشارة عنده سؤال يبى يتخبر كيف يتخبر حد من الموظفين كيف نتكلم وياه؟ شوف هي متعددة ومتنوعة الإجابة عشان أكون معك صريح. تفضل. يعني إذا كانت استفسار بسيط أكيد ما بقول له تعال المكتب وخذ موعد من هذه الأشياء زين. فيا يكون عن طريق الواتساب أو عن طريق السناب شات. نعم. بالنسبة إذا كان واحد عنده قضية أو بيستفسر في موضوع قضية أقول له تواصل مع المكتب وخذ موعد، لأن تعرف تنظيم العملية عشان هو يوم بيحضر يحصل وقته ويحصل الجهد اللي يبان منه كمكتب. نعم. فهذه من الأشياء اللي تصير. فهي أستاذ علي شكرا جزيلا على حسن الاستضافة وشكرا على الكرم وشكرا على كل ما قمت به من جهد. هذا واجب طويل. الله يرحم والديك ويخليك إن شاء الله. أستاذ علي ضروري بنحط سنابك وحساباتك لجل الناس تستفيد من الهيستوري العميق اللي عندك إن شاء الله. شكرا بارك الله فيك. أستاذ علي المنصوري بواضحة جزاه الله خير ما قصر، كان يقدم لي كل النصح والإرشادات وكانت أستشيره في كل كبيرة وصغيرة، والحمد لله كان واجف وياي بكل ما تعني الكلمة من معنى، كان مثل الأخ وكان مثل الأستاذ وكان مثل الموجه الرئيسي اللي أنا أستشيره في كل كبيرة وصغيرة. فبارك الله فيه وفي أمثاله وفي اللي في جهودهم كلها اللي قدموها اللي أنا والغيري هو وأمثاله ما شاء الله. ونحن أساتذة المحاماة عندنا في دولة الإمارات أكفاء وجيدين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. حين ليالس أكثر من ربع ساعة أو 20 دقيقة في كوفي على الكرنيش، ويوم أكلنا الأسكريم والكيك والشوكولات وما أدري شو ما صورت. يوم صفوا الدنيا يوم ها استوت الطاولة أبوي خالي ما شيء قدامها تذكرت إني ما صورت. حين عاد ما برو ما صور ما شيء عندي شيء حق تصوير حلو شكله. المهم لطمنا عاد نحن أقولكم ما بغدي غدي الجو غاوي فنان طيب الله عليك يا السخاري ابدا كانك جالس ابويا في برمانه كانك جالس ابويا في احد المصايف برمانه ولا علي وين شارع الزهور هناك وين هاي الدنيا وين الشير سوا ظليل هي والله وين ارتعت لارامي فيهن يا زياد. التطور الكبير اللي صار في العلوم الطبيه والتطبيقات الطبيه للعلاجات المختلفه هذا كله يبشر بالخير، وخاصة أن سرطان الثدي والسرطانات كانوا من أولوية القائمة اللي أخذت التركيز الكبير والاهتمام الكبير من هذه المراكز. وإحنا بالرغم من وجود الجائحة يمر علينا شهر أكتوبر هذه السنة وإحنا بتفاؤل أكبر بوجود علاجات أخرى تعطي وترفع نسبة جودة حياة المصابين بهذا المرض قبل العلاج وبعد العلاج. وطبعا هذا كله يرجع الى واحده من العوامل المهمه اللي هو التعرف على انواع معينه ونوعيه الطفرات الجينيه اللي صارت متعلقه بانواع معينه من سرطان الثدي. فبالتالي هذا التنوع والفهم والادراك للطفرات الجينيه فتح علينا بالمعرفه باختيار الادويه وكذلك. السلام عليكم. يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا. وين ايوه هذا ابوي هذا اللي تشوفونه هذا الذهب الأصلي هذا الذهب الأصلي ها شوفوه زلال رقم واحد دهن أبوي ناضي رقم واحد زلال يلا 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 هذا الحين يا وقت الدويات هذا يا وقت الدويات هذا يا وقت الدويات
ما شاء الله. عاش هريس، عاش هريس، عاش هريس، عاش هريس. على هالحالة، على اللي تشوفونه هذا ما شاء الله في خلال 10 أيام، هذا المريل الثالث، هذا المريل الثالث في خلال 10 أيام ما شاء الله تبارك الرحمن. الزين علي طلب الأصلي الأصلي الأصلي. شو الحين مثل ما قلنا لكم بيازم على الضودين تصير وتعتزل لخلاص روحها، وبيصفى بيرد أبوي مثل ما تونا روي الحين. شو قال مدلخ هذا كله بتخوز الدلخة، الدلخة هي كلها بتخوز. ما قلنا لكم ليش نخليه يبطي على الضو، نخليه يبطي هباب ما تلحق الضو. شوفوا ها مرة ثانية ما تبين الضو، ها هاي قاعد تنجذب تبين الضو. انت واحد او اقل عن انت، والسبب شو؟ لازم تنضى الدهنة على دوبها. يقولون والله الدهنة انت وايد تبطي على الضوء، هي لان الضوء مكسور على الاخر قاصرين عليها، فلذلك تاخذ ابوي وقت لين تصير تنضى. نحن ما نشلوطها، نخليها على دوبها تنضى، على دوبها. وقت ما نضت نضت، ما نستعيل عليها مال هوي هوي. نحن ما يعيبنا، يعيبنا كل شيء براض. استا 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 وخلاص من تبرد طفينا عنها الضوء وكملت ابوي 48 ساعة وخلاص ينزل شيء في دباب وشيء في غراش ويبتدي التسوير. شكرا يا حفيظ. ثانك يو حريس، ثانك يو. هذه ابوي الشغلة من هالكثر سنة ولين اليوم على هالمنوال، كل يوم هي لبيس في الشهر مرتين ثلاث اربع، وقت يوم في الموسم في قرب رمضان عندك بنيش رجب وشعبان ما شاء الله يستوي، تزيد الطلبيات ويزيد ويزيد الخير والحمد لله. عند ابوي الجدر خالي ويتبزون لين عينه ينا معوم زبد، ونحمه ونعدله ونزينه هو والبزار، البزار ناخذه وابوي وننسفه ونغسله ونهبه ونحمسه ونشخ له، حتى اليشن فيه مغسول ومهبوب ورقم واحد. الفلفل الحمر ترى ما ينحمس، الفلفل الاسود ما ينحمس، اللي في البزار العربي الجرف ما تنحمس، الكركم ما ينحمس، اللي ينحمس السنوت واليليلان فقط لا غير، وكل شيء بقياس وكل ابوي بطريقته. يلا سمعتوا باللي يقول لك على شاوش الحرب؟ هذا ابوي شاوش الحرب، هذا قدام قدام ابوي هالنهاية كلها، ها كل الجواري تبعه، كلها ابوي تبعه ولا بنشاد عن غيره. واثق الخطوة يمشي ملكا، واثق الخطوة يمشي ملكا. ايه حافظ عليك يا حافظ يا حافظ. هدوا الامصار والله هدوا، تراه وياكم هدوا ياكل عشاك وهدوا. هذا ابوي المصرول، سمعتوه بالمصرول، هذا هو المصرول. تعيدون هاك اللي يقولون تنقز بلي صروال كيف لي تصرولت، ها هذه هذه ابوي اللي يقول لك تنقز بلي صروال كيف لي تصرولت، هذه ابوي. هاي وحده بصروال وهاي بلي صروال، شوفوهن قاديات، هاي شيء منها بعد حمام صرولات وشيء دياي مصرولات والدنيا مطرجة. سبحانك يا رب. أقول لكم ترى العنصرية حتى في الدياي، شوفنها حيث انهم صرولات وشي مدحدحات، هاي روحن والغرابيات روحن وامهات العصاجير روحن، عير كلهم في شبك واحد. لكن شوف ها يوم يقول لك العنصرية لا لا، شوف ها تراكضن هاك روحن سارا يزربن عمارهن وحد من ربيعات تنقاش الحقن الحقن يا ينا ابو محمد. كان زي قلت لأبوي يعني ما في دي سكين ولا بيايكن هداد حين الروح هذا، شو عليه شو عليه ما تشوف اني تراكضت خير. هي والله راح نبوي عزلان عمار هنا هناك، هي والله غير نمونة في خاطري بيطالع حن. ها شو ياكل خير هذي، هشو البيت الكتكوت ولدها هذه، هذا روحه تبقي. أربعة كان أربعة كلهن القطو كل حديد عين. سيرن سيرن ظهرن ظهرن سير ظهرن خالي تنفه تنفهن تنفهن. الله أكبر بعضهم هاي والله ولا يبن الظهرة. الله أكبر بعضهم. يلا بنصلي وخلاف عاد بالأرمس قبل الصلاة نسولف بنضحك وياك ما كم بحين خلاص بقيل شوية. هذا الله يحفظك نوع نوع من يوسف الأفندي، نوع من الأفندي اسمه كارا كارا، هذا صنطرة يابانية
شك هالريج لك مشكلة تحينة بطيئة النمو. شوفوا حوين التطعيم ما طلع تضرب، لكن تحت التطعيم الجنجري هذا ها كل دقيقة ويظهر قرب الله هذا كله ينعق. لكن أنصح اللي حد منكم بيروم يحصل من هذه اللي يسمونها كارا كارا، وايد ضروري يزرع منها سنطرة جليلة، جليل وجودها اسمها كارا كارا. بطيء نموها وايد بطيء. قصيناها من يومين ما تحيدون، ها قصيناها داويناها كانت طويلة سايرة شنك بن عنك، ها أحب تده الظهر نتوءات، يو تده الظهر نتوءات، ها شوفوا ما شاء الله خلاص ضربت بعرج بخير وسهالة، تخفوا الماء رب العالمين بيطرح البركة. لا تستعجلون ماشي مال هوي هوي ماشي فايدة. وهاي خدتها بعد ثانية كل اللي قصيناها نشوفه ما شاء الله ربان بعرج درزين بورق جديد. قصود بكلمة من يومين يعني من كم من يوم، من أسبوعين أو عشرة أيام يعني. شو الحين هذه، هذا التطعيم، تطعيم من وين اللزقة وفوق هذا التطعيم، هذا هو الزين. كان أي شيء تحت اللزقة هذا التطعيم هذا هو الجنجلي، هذا مبزين. ها من خليته بترد أبوي على الشيء اللي مبزين، هذا الزين أبوي يظهر فوق. هي والله شغلة 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 شغلة. لكن لازم لازم يروح يتعبل، لا تتشل أبوي على مزارع ولا على زين ولا على عبيد، لازم يعني الإنسان روحه يطالع حلال وقشارة حتى لو شيء بسيط، ضروري إنك روحك تتابع الليلك. هنا ما تسمعون الصوت أنتم؟ تسمعون الصوت هذا؟ هذا صوت التقميش، صبر حبيبي، هذا صوت التقميش، معناته إن الدهنة ذاهبة خلاص، ذاهبة حين الدهنة شيل. وحين هذا وقت يشلون الريم هذا اللي في الأطراف شلوها، شوفوا إن شاء الله خلاص الحين ذاهبة. ونحط الله يحفظكم السحر الحين، نحط السحر حين وما ينحات الجدر، يتخلى على يتبند على الضوء ويتهازم الغطاء مواجه، يعني الجدر ملايم، شفت الباب ايش قايل ملايم يوم يتلايم ما يتغطى كامل لين تصير وتبرد الدهنه، من تبرد الدهنه بندوا الجدر زين ما زين غطوه وقرطسوه زين ما زين وخلوه لين 48 ساعه لين تصير وتبرد الدهنه. الحين خلاص يبندون الله يحفظكم الغاز خلاص. شو ايش قال الحين الدهنه، الدهنه هذا الريم خلاص، هذا الريم مره خلاص ذاهب الدهنه. الحين طال حماركم خلاص يغطون الجدر على ما تشوفون لين لين باكر الصبح لازم هالنمونه يوايج. الحين بند الضوء عنه خلاص، لازم يوايج لين باكر الصبح، تشقل عليه الكنديشنات كلهن ويتسكر الباب، ولازم يواجه لين يصير ويبرد، من يبرد غطوه وقرطسوه لين بالباكر المغرب تخطف 24 ساعة في الشتاء وفي القيط 48 ساعة وصبوا خلاص فغراش ودباب. شكرا حفيظ، مساكم الله بالخير والنور والرضا والسرور. جايت لنا هدية جميلة جميلة، حتى زقت يا أبوك قلت معقولة أنا أبو هذا منو منو هالفنان. شوفوا بالله عليكم، شوفوا شوفوا ايش جايني، كبري طول اللادمي طول اللادمي، ها طالع لي وين توصل لي، ها طول اللادمي. شوف بالله عليكم هاي جايتنا طالت عماركم هديه من عند مجوهرات سالم الشعيبي، هذه ملكيتها ومن خلف مكتوبه نورت السناب يا علمن يا ابهم الجنه. هاي طالت عماركم جايتنا هديه من عند مجوهرات سالم الشعيبي، ولها بعد مليون شيء وشيء. وين لبجها؟ أبشر ها بلتي ها شغلها غير نموذج، هاي كل شيء فيها يختلف. ها هاي حينة لبقت وبعد شوي بتلامض روحها بعد من غير شيء، بعد شيء ثاني ايه تستغل الضوء. شوف الله عليكم يا سلام يا سلام يا سلام، هاي المهراجة خالد الخالدي تستاهل ابو محمد تستاهل ابوه يا ابوك هكثرة يا ربي بيتوحوني العرب، لا إله إلا الله. حشي أبوكم والله اللزين إيه ما زين والله يا أبوكم إني فنان، لكن الخشم ما كان شوي مفرش ولا فنان. هذا هو أبوي على ما قالوا هذا هذا سيفه هذا خلاجينه. ما في إيه لبج خلي
ايوه لا خيب خيب هذا ديسك وحي نازل بس. لا والله لزين فوق عن الزينة. شو كريستال شو هذا؟ هذا سورافسكي. سورافسكي مشكوكة أول شيء مسامير فولاذ ومشغولة في الخيط شغل يد. كلها الصورة ترى شغل خيط. كلها شغل خيط نعم. شو مسوي لي عقال مرعز شيء روح. شيء مميز يعني. هذا حتى الشغل هذا ما ينشغل كثير في ما شاء الله مشكورة مشكورين مشكورين يا سالم الشعيبي شكرا 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 يا الغالين شكرا يا الحبايب شكرا يا العملاء يا اللي من أيام الطفولة شكرا شكرا يا مجوهرات سالم الشعيبي اللي أنتوا رقم واحد ما شيء شراتكم في الدنيا العودة شكرا جزيلا حديث مقبولة قصر عنكم الشر رد السلام رد السلام على الأخ سالم كثير أنتم كل شيء أنتم الشعيبي كل شيء مميز عندكم الله يبارك فيكم يعني الله لا يخلينا منكم إن شاء الله شكرا شكرا جزيلا على الهدية نورت سناب أبو محمد مع تحيات سالم الشعيبي شكرا جزيلا شكرا 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 من الأعماق ودناكم كل يوم وإن شاء الله كل يوم مرة مرتين وثلاث بنرويكم إبداعات بناتنا وشبابنا الأنامل الإماراتية شو يوم تبدع شو تسوي يوم تبدع يوم تشتغل شو تسوي الطبخ ينطبخ في الفجيرة يأكلون لي في السلع وينطبخ في ليوة ويأكلون أبوي لي في الطريف وينطبخ أبوي في الطريف ويأكلون لي في كلبة هذا كله بفضل التراخيص المنزلية إبداعات بناتنا وشبابنا تصل إلى جميع المنازل شوفوا بالله عليكم شوفوا بالله عليكم هالمنتج كيكة البستاشو كيكة البستاشو وهذه طالت عماركم بسبوسة بسبوسة ريحتها تضرب في خمرة الرأس إبداع وهذه طالت عماركم بسبوسة من غير بالسينامون بالجرفة ريحتها شال الدنيا فوق رأسها يعني إبداعات لا تعد ولا تحصى سبحان الله يعني الأول تستبعد الشيء الحين لازم طريقة النقل سيائر مبردة سيائر فيها سخانات الأكل البارد يوصل بارد والحار يوصل حار كأن تو مظهور أن تو مظهور من الأفران وإن كان لحم كأن تو مظهور من التنانير إبداعات إبداعات غريبة الأطوار واللي زاد الحمة مليء أن طريقة التغليف يعني تفوقا على المصانع الأوروبية في كل دول العالم طريقة التغليف والفينشينج وطريقة التقديم يعني إحكام العلب اللي أتي فيها البسبوسة أو الكيك أو الأكل هالفار والله عليكم حر عمرك شال لبوي جنيه سبيكة سبيكة شال ما بشال لبوي صحن فيها بسبوسة وريحة الجرفة من أجود أنواعها وريحة الطبخ شل وتحط جودة أي شيء منتج منزلي أخذه وانت مغمض وبالأخص إذا عندهم ترخيص ترى الترخيص ما يتحصل منه بالطريق لازم موافقة فلذلك بناتنا تبارك الرحمن من جامعات من كليات من دراسات مسجل ومن وقت سفرات وسيرات وليات مسجل التكنولوجيا بالتطور بالأشياء الراقية اللي تعلمنها دمجن المنتج الأوروبي بمنتج محلي فأصبح حاليا هذا اللي تشوفونه هذا يبي دوام حناية يبي بالله عليك يبي بالله عليك يبي بالله عليك بنروي العرب بنروي العرب الإبداعات الإماراتية بنروي العرب أبوي الإبداعات تبارك الرحمن هاي هو ايوه 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 بسم الله ما شاء الله هل تتوقعون اني انا بتريى لين احط ابو الخاتم حشو علي بسم الله قالت عماركم بسبوسه الكستر فوق عن الزين زين هذا طالت عماركم بعد كيكه الفستق كيكه الفستق كيكة الفستق شو بقولكم ما شاء الله تبارك الرحمن الله يحفظها هاي راعية المشروع ويعطيها إن شاء الله على قد نيتها لا بتلقطبوا فيها فلافيس لا هذه وما أقولهم إبداعات البنات إبداعات شبابنا متفوقين قوة وحرفنا وذوق
يوم يندمج الذوق الإماراتي النكهة الإماراتية بالترتيب الأوروبي، يعني شيء لا يعلى عليه. بارك الله فيك. هذه طالت عماركم اللي هي بسبوسة الجرفة. بسبوسة الجرفة أنا بحياتي ما شد، اللي هي بسبوسة السنمون، اللي هي بسبوسة الجرفة. شيء أنا بحياتي ما شد طعمته. كان تبون الصدق وتشرب خيبة شاب خيط يا ابوك اني عارفه قطك كيف والله يا ابوك بعد ما باكل هالمتين هذين ما ابالغ انها غير نمونه ما ابالغ ما يبالي كلام انتو يربوا ولكم عين تنظر مستحيل لو ما بزين اني اقول لكم زينه مستحيل طبيعي توني واصل الجيم هذا وهم شنك بن عنك كابتن السلام عليكم ما شاء الله خذت الكلاسات والدنيا انا اليوم كابتن اليوم انا شو عندي اليوم صار عندك صدر مع الباي صدر مع الباي شكرا ما ادري متى بضعف انا تتوقعون العالم هاي الجاي الجيم كلها الناس وكلهم من بعد وكلهم من بعيد لبعيد وكل هل تتوقعون هذا الشيء مش متعب؟ متعب لكن ما شيء أكثر عن الإنسان ينبسط ويا أهله وفي البيت وفي الحديقة وفي ويا ربعه وفي الميال لكن شيء أبدع شيء الجن لابد ولا عذر من الرياضة أيا كانت كانها بحر ولا بر ولا تسلق ولا سيكل ولا سباحة أي فروسية ضروري هذا شيء لا بد ولا عذر منه وايد ضروري ان الانسان يهتم بصحته من ناحيه الرياضه من ناحيه كل شيء يخليك انت تحرق سعرات حراريه تحرق من هالدهون هالشحوم ويخلي يعدل نبضات القلب يجري الدم في العروق هذا كله يخوز عنك الرياضه تخوز عنك الضغوطات المشاكل يبعد عنك الضيق وايد اشياء تسويها الرياضه روح واحد ايوه روح ابشرات العام واحد لخك على صرصوخ اذنيك صكيته والله تم طايع 3 ساعات رششوه بالماء وما ادري شو وياه روح روح يا ويلك اتحمل ام العود ما شاء الله عليك روح عاش يا رب انقض خيبك خذ منك تكسرني اشكر فنك انفلت عليك العود هوز جيم كابتن هلو كابتن هوز هلو وين وين هو منو فاز؟ مبروك طالعني عادة شوف العام كم وزنك؟ العام 124 ما شاء وحينه 87 تبارك الرحمن وين التصوير اللي صورتك العام؟ عنده يوم هاك يوم لخك بوكس على صرصوخ اذنيك انا اللي لخ انه هو والله هي هذا ها
قرب الله تك ما اقول عنك شيء. ما شاء الله مغلظك الاول واحد 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 غير نمونه. ثلاث تبر عظهره كان ما شاء الله حين قد ابدل غير شيري من الصغار الاول بموره. والله الله يحفظك ان شاء الله. كم عمرك انت؟ 17 سنه. الحين 17؟ اي نعم. والعام يوم متي كان؟ 16. 16؟ اي نعم. وعام الاول؟ ما كنت موجود عاد. والله؟ اي نعم. سبحان الله. مساكم الله بالخير، خلينا نحن هذا نرمس. هاي قصة الله يحفظكم اليوم. أول شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير والنور والرضا والسرور. عندنا قصة من قصيص هالبر فارس. مينو علي. مينو علي عنده ولد يسمونه حسون وبنت يسمونها غصون. وهذا يملك ما شاء الله من الخير ما لا يعد ولا يحصى. ما لا يعد ولا يحصى. مدينتهم البقعة عليهم اللي ساكنين فيها يسمونها تشارك. تشارك هاي مدينة فيها خير وفيها زراعة وفيها فيها نخيل وفيها شيء لا يعد ولا يحصى من كثرة. شيء مال. وفيها هل بلادهم فيها الوديان وفيها الفلاي، فلذلك بلاد خضراء. ومينو علي يملك العديد من الأراضي والخير والأطيان والمزارع والبيوت والمخازن والمحامل، والحمد لله الخير فوقه وتحته. أنت يا مينو علي، المرأة طالت عماركم. أنت يا مينو علي شيخ من شيوخك، أنت يا شارك. ها مثل ما قلت لكم عنده خير، وتوفت حرمته من سنين ومخلفه الوليد هذا حسون واخته غصون واخته غصون، وربا وضربة. الولد متعلق لابني والبنت متعلقة الولد، وهذا منهم يحلف براس ربيعه. وهم يكبرون وهم يكبرون وهم يكبرون، والابو عاده مينو علي وصي حسون، الله الله فختك ترى من عقب عيني ما لها الا الله، وانت ما لها الا الله، ومن ثم انت تحمل تبور بها ولا شيات ولا تاكل حقها. قال فعليك يا ابوي هاي ختي وتسوى عيني وبعيني. تم وعاد عايشين ضربه. توفى الابو، توفى الابو عاد تشيل كبرهم. ومخلف الدنيا والدين. نش انت يا حسون كبر وبغى العرس، دوروا لحرمة لقطوا له سكينة بنت غلوم. غلوم هذا بيع غليون، بيعت الغليون الأول، يبيع غليون يودون يمزرون محامل يمزرونهم بنادر، كل بندل كم مكبرها يودونهم جدة دبي، يودونهم جدة البحرين والكويت والسعودية حق الدويخة القداوة، وده اللي يحطون الشنة والمضغة واللي والهم عارب أخرى في الغليون. الغليون ما بالله اللي يدوخونه. الغليون له فوائد وايد كثيرة، منها أخسها اللي هي الدواخة، وشي فوائد عديدة بخبركم في يوم من أيام الله فوائد الغليون. انزين نشوا أبوي ويوزوه لبنية هذه اللي خبرتكم عنها، اسمها سكينة بنت سكون، يزقرونها سكون بنت غلوم، غلوم راعي الغليون. سكون اللي انت يا سكينة ما بمن تشارك، من مغوه. خدها، وأول ما يتودّيّرت أبوي حطت بينه وبين أخته، أخت اللي تسوى عينه ومعينه من يوم هم صغار يحلف براسه. نشت أبوي عقت السم بينه وبين أخته، وتآزم يعني فاتن عليها ويواجعها. الأخير خلاها أبوي من سائر الخدم. وهذا اليور والمنكر من وين؟ من سكون بنت راعي مغو، هي بنت غلوم. عزمت أبوي علمت حسون الكلابة، خلتي يستشلب على الأخت، وآزم صبح ومساء اللي يشتمها ويصفعها. المهم خلاها أبوي في طرف البيت إلا تروي وتحط حالتها ما يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. تمت صابرة دهر غصون، تمت صابرة دهر، وتصير تروي ويا الخدم وتحط. يوم من أيام الله غاروا عليهم أبويه سروق، سرقه يتم، سرقه يتم أبويه، سرقوا شنتي أمنو يا غصون، سرقوا غصون ودوها بلاد بعيدة، بلاد بعيدة دون بندر عباس.
دون بندر عباس وباعوها. ترى الأول لو اللي فيهم البيع ما بلازم دمته بيضة ولا سمرة ولا خضرة ولا صفرة، اللي مسروق يبيعونه يسرقون وايدين كوايدين أبوي بياضهم شعشع سرقوهم وباعوهم كخدم خلاص ما حد يدري بهم، شلوه من جلو حتى في كل مكان هالشيء ترى موجود ومتر ومأرخ والناس كلها تعرفه، اللي ينسرق من داره يودون يبيعون كخادم. المرأة قالت عماركم باعوها في بندر عباس، خدها منه شيخ كان من مشايخ بندر عباس اسمه الشيخ جاسم، خد منه خد قصون، يوم خذ قصون انتم تعرفون باخذنها كما ملكت ايمانهم يعني خلاص مشترى بيزات يعني مشترى بيزات شارنها حلاله ما حد له فيها لا حق ولا باطل، ما حد يودع عنها الا الرقاد. يوم بيرقد تبقى خلاص ترى هي هو راقد وهي ما يدري بها، لكن دامه واعي ويباها ترى رهن الإشارة. وهي ما بعبده ولا بخادمه، لكن سرقوها وبتاعت حالها حال الخدم. يوم عده في الليل قال حق المسؤول اللي عنده يبوا لي اليوم غصون ترى حلاله ها معروف ما يبالي كلام. يوم توا بيقربها اعتزت أني بنتك يمين وعلي، ترى الريال يعتزي بأبوه والبنت تعتزي بأبوها، اعتزت أني بنتك يمين وعلي ما تحرك شعرة من ينبي وأنا بنت أبوي، أنا أبوي بنت ناس أنا شراف أنا ما بعبده ولا بخادمه ولا بنت، أنت معلوم أنك شريتني ما علي بسوي لك كل شيء لكن ما بتي قربي مني منك بتمين وعلي أنت بتمين وعلي. قالت له هي نعم أنت تعرف أبوي؟ قال هي نعم كيف ما أعرف أبوك؟ أبوك شيخ من المشايخ اللي ما يعرف مينو علي هذا ما من الأوادم، كيف يعني ما أعرف مينو علي؟ أعرفه ونص. مينو علي بيني وبين صداقة السنين الأولية نحن يا مينا شارك ويا ما كلنا وشربنا عند أبوك، وأبوك له أفضال كثير علينا نحن وعلى أهلنا، وكم عطانا وكم مشالنا أمورنا وكم سهل لنا تجارتنا. قالت له أنا هلكيت قالها شو القصة؟ قالت له هلكيت القصة، توفى أبوي وأخوي خذ وحد أبوي لا فيها لا مخافة من الله ولا شيء، تعلمت أخوي الكلاب وآزم يهيني وهلكيت سوى وهاي فعلت وهاي تركت. ها عدت له القصة من أوليها لآخرها. قال عيال الحينة يوم أنت اللي طلعتي بنت واحد من ربعي الحين هنا أنا بعتقك، أنا ما باخذك كوحد من الميات ولا باخذك عبد ولا باخذك كخادمة ولا مما ملكت أيمان، أنا الحين بعتقك في حب الله في وجه الله يا غير بعتقك وبملك عليك. قالت له نعم بتملك علي نعم تأخذني أنا بنت الشيوخ، لكن ما تأخذني وأنا عبده ولا أنا خادمة ولا من شارني. عتقها وملك عليها وعاشة وعيشة طيبة وغصون وحدة فنانة تمشي وتتقاطر من أطراف فم زينها، وحدة منسوعة وحدة درسعية ما من هاي العاديات درسعية ها ناقة عوامر من تجبل ها تمشي التغريف تبارك الرحمن. ويا ابنها العيال وعاشوا بخير وسهالة. سكون ماخذ حسون على ماله ما اختن على جماله ولا جاهه ولا منصبه بتموت على البيزه انت غلو بتربيع على الغليون نشا وطال عمرك. يوم لقطه وما وراه دون حسون ما وراه دون هي واخوته وهلها ابوي خلوه الحميد المجيد سكين سمك يريده يحس حسوا عنها السعف والخوص كله خلوه أبدا على الحميد المجيد بيزه ما يايد يحجبها عينه. وآزميلو من بيت لين بيت من بيت لين بيت من بيت لين بيت يطلب هذا وهذا يعطي وهذا يصد وهذا يرد ما له صديق كرهت في الناس كلها وخلت الناس كلها تكره. وآزم من كثر ما هو مكروه بين الوالد فروه بحصاه وحمل الفروخ ويت الضربة في عينه وسموه خلاف حسون العور. خلفه واسمه من حسون مينو علي لين حسون العور. عقب يوم شاف أبويه
ما له راده في هالدار في بلاده. والدار ابوي شارك وقبض ابوي واحد هالمحامل وقال بسير ابوي اطالع لي شغل عيش شرق ولا غرب. انا الحين كنت الاول عامر وانهي في هالدار وانا ولد الشيخ، الحين ما عندي حتى بيزه حتى تجيبها عيني. ودت هالمحامل عقو وين وصلت بطاله عمارك من المحامل لين جريب بندر عباس. نزل دور شغل عوار، من وين شغل عوار؟ الاول لازم اطرافك صاحي وفي قوه العفاريت، ما حد هرات الحين. الحين كل انسان في عاهه ولا في بلا ولا شياته، هو اللي مجدم في الشغل، هو اللي يحصل الوظيفه، هو اللي يحصل. الاول اللي في عاهه ولا يد من فدعه ولا من جد عينه ولا عور ولا اشلق ولا ابلق ولا يعري ولا اكرف ولا اسرك، هذا كلهم ما لهم شغل. جليل اللي يحصل شغل، نشب وهذا يصد وهذا يرد. وازميلوي من مخزن لمخزن يدور له شغل في بندر عباس ما لقى شغل. نشب وسرق، نشب والعسل وزخوه صارج. وين ودونه؟ ودوه ويحب شيخ البلاد الشيخ جاسم، ودوه للشيخ جاسم. أصبح الصبح الشيخ جاسم ولقى طبويه حسون ودمينه وعلي قدامه بعورته. قالوا له الشرطة، قالوا له والله الحس، قالوا له الطارزية، قال طال عمرك هذا أبوي لقطناها شخص عور أو حرامي أو يبنى لك إياه تحكم عليه، شوف شو بتامر. قال أنت شو اسمك؟ قال أنا اسمي حسون مينو علي. حسون مينو علي؟ قال هي حسون مينو علي. طاحت في ذنه وتذكر أن حرمت المعيالة يسمونها غصون بنت مينو علي أخته. هي قال عيال الحينة عقوا في الحصن، يوم بعديك بالباتل عديكم بالبكرة يبوه، أنا بحاتك مروحي روح بيحكم عليه. يوم عدى نهار ثاني أظهروا من الحصن ويابوه للشيخ جاسم. قال له تعرف أنت غصون بنت مينة وعلي؟ قال هي عرفها، هي ختي ودورها دواره ما شفتها من زمان ومتولح عليها ويا ما عنده ويا ما دونه. قال الحين متولح عليها؟ بتوله عليها من عقب هي شيخة بنت الشيوخ، تهينها وخد حلالها ما وراها ودونها لجل بنت ري بيع الغليون بنت غلوم سكون. يعني أرضاك الله كيف تسوي في خدك؟ شوف رب العالمين كيف انتقم منك شر انتقام، كيف حد يهين أختها المهانة؟ الناس تتمنى يكون عندها أخت، وانت خدك هاينها هالمهانة ومخلنها ويا العبيد لين الشو وسرقوها وباعوها في بندر عباس. انت تدري هالقصر العود هالبنقرة منو سيدة هالقصر؟ هي غصون بنت مينو علي، هي الحين حرمة الشيخ جاسم اللي حكم عليك الحين بيحكم عليك بحكم تعوذ من حتى الشياطين. قال دخيلك يا شيخ جاسم خلني اشوف اختي. قال اختك ما بتشوفها. ودواك الحين بنت جنك ابوي 3 ايام كل يوم يبوي يقصون قصة من ينبك بجدوم كل يوم يقصون قصة. يوم نهار ثالث بي ابوي وبحز رقبك من نصين بعزل راسك عن يسدك، هذا نكاية وأدب وخساس مثل ما سويت في اخت غصون بنت مينو علي، انها شيخة بنت الشيوخ تهينها مهانة الخدام وتلعب فيها لعبة الحبوه يلي فيك وما يخطيك. ودوا شلوا عقوه ابوي في الحصن. آزمي باغم رب اللي خال جنة يصيح من داخل الحصن غصون خيش المساكين سنوا له الجدوم سنوا له السكين غصون خيش المساكين سنوا له الجدوم سنوا له السكين. ويزاعج رب اللي خال جنة ليه في القصر كلهم سمعوا ليه في الحصن والأطراف شرق وغرب. نشت أبوي وحدة من الجواري وخبرت الشيخة، قالت الشيخة غصون ترى واحد هناك في السجن يصيح ويباغم غصون خيج المساكين سنوا له الجدوم وسنوا له السكين غصون خيج المساكين سنوا له الجدوم سنوا له السكين. قالت انا ليش ما اصير اطالع منو هذا؟ نشت لبست وعيتها وسارت ولن اخوها وتطيح ضو حطب وبارد على الاخو على الريل.
الشيمي يا شيخ جاسم، طالبت انك طلبه انك تعفو عنه. الشيمي الشيمي يا شيخ جاسم، انك تعفو عن اخوي وسامحه، انا مسامحت لنا. قال حينه نحن لاجل خاطرك انت. شوف الرحمه ايش قايل، رحمه اخوها من عقب ما هو نكل بهن كان اليهد. نشوا وعطوه البيزات، عطوه الخير، حملوا له البغاء، وقالوا له سر ابوي وين، لكن ما تجلس عندنا في هالدار. قالت لا، حتى انا ما شوف العين ما اريد اشوفها من عقب ما سوى. فكر فيها، فكر فيها، سوى فيها اليور والمنكر والبهتان. نش ابوي سار، وهو ساير ابوي تمت الدور به الدواير، وضربه شرات الوسواس، ونط ابوي ومات. مات منه حسون العور، خوك انت يا منو يا غصون. توفى من قهر والضيج من الفعايل اللي فعل، مثل ما نكل بخت رب العالمين انتقم منه. اي والله، فمات، مات طالت عماركم من القصة والقهر، ان كيف هو سوى هالنمونة في اخته، وكيف هي جازته بالخير مكان الشر. فحين المستفاد من هالقصة ان الدنيا دواير، الدنيا دواير، والظلم ظلمات، ما حد يشرات المظلوم له لحوبات المظلوم، والظالم الله أكبر عليه رب العالمين بينتقم منه في الدنيا قبل الآخرة. ماشي شرات الظلم، ولو بعد حين رب العالمين ينجط لك، يعطيك مدى، يعطيك وقت، يعطيك فتشة، يشوفك انت بتتراجع، بترد، بتمشي وتعد خطاك، بتعرف ان الله حق، يمكن تتراجع. لكن هذا لا، إبليس بديج عليه وراجع ما مدلي ريوله، وخلي النبوي ما يعرف شرقه من غربه. ماشي شرات ابوي ظلم، ظلم رب العالمين، رب العالمين ماشي اشد عنه للطالب. فهذه قصه واقعيه، ما حد يبور بهله ولا حد يبور باخوانه وخواته. هاي الهم الليلك انت، كيف تجدم هايج بنت بياع الغليون على اختك؟ هذا وابوك مبصن راس، ما راس مداك هي، كيف تجدم بنت راعي الغليون؟ كيف تجدب بنت راعي الغليون، بياع الغليون، غلوميه، تخليها تديش عليك وتستجلب على خدك؟ هذا ما استوى. وهذه قصتنا لليوم، تصبحون على خير. اتمنى من الله انها تكون عيبكم. هاي القصه نعدنها العام او عام الاول بعد، هي لكن شو بنسوي عاده؟ هذا حين الطارف للي ما تسمعوها. يلا تصبحون على خير.